صباح الخير متابعي طقس العرب في المملكة العربية السعودية. نهار اليوم الاثنين بإذن الله بتسيطر كتلة هوائية باردة على عموم المناطق الشمالية الوسطى والشرقية، وتبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها السنوية بإذن الله. أما اليوم الاثنين كيف رح تكون درجات الحرارة المتوقعة نهارا في العاصمة الرياض؟ بتسجل 25 درجة مئوية مع أجواء صافية ومشمسة، الملموسة 24 ونسبة الرطوبة 30% وسرعة الرياح 27 كيلومتر في الساعة. نستعد إياكم درجات الحرارة في باقي مناطق المملكة ابتداء شمالا وسكاكا نهارا متسجل 21 ليلا 3، عرعر 20 نهارا 5 ليلا، وتبوك 24 نهارا و10 درجات ليلا مع أجواء بإذن الله صافية ومشمسة. ننتقل الآن إلى المناطق الغربية والمدينة المنورة 29 نهارا 16 ليلا، جدة 31 نهارا 20 ليلا، ومكة المكرمة 35 نهارا 21 ليلا، والطائف 25 نهارا و14 درجة بتنزل ليلا مع أجواء بإذن الله غائمة جزئية. ننتقل الآن إلى المناطق الجنوبية الغربية والباحة 22 نهارا 15 ليلا، أبها 24 نهارا 13 ليلا وأجواء مشمسة وصافية في كل من الباحة وأبها، وجازان غيوم متفرقة 28 نهارا وبتنزل درجتين ليلا وتصبح 26 درجة مئوية بإذن الله. نستعرض الآن درجات الحرارة في المناطق الشرقية والدمام، هناك رياح مثيرة للغبار 24 نهارا 13 ليلا، حفر الباطن 22 نهارا مع أجواء مشمسة بإذن الله و10 ليلا، والإحساء هناك رياح مثيرة للغبار 26 نهارا و12 درجة بتنزل ليلا. أخيرا ننتقل إلى مناطق الوسط ابتداء مع العاصمة الرياض 25 نهارا مع أجواء مشمسة 11 ليلا، بريدة 22 نهارا 8 درجات ليلا، وحائل 21 نهارا وبتنزل بالليل 5 درجات مئوية والله تعالى أعلى وأعلم. متابعينا بالنهاية بدي أذكركم تعملوا اشتراك على قناتنا على اليوتيوب وما تنسوا تفعلوا زر الجرس، ولاقونا في باقي تفاصيل نشراتنا بإذن الله. إلى اللقاء.